لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. الأخوة من أعظم منن الله عز وجل على عباده. يا رفيق الدار بإني أذكر الفضل وأثني. كيف لا أخاف مع العمل وأنا بالآفات معروف. بعض الناس طول المعصية في حقهم يقطع عليهم طريق التوبة. يقول لك أنا لو تبت ربنا هيقبل توبتي. وتوب إزاي؟ نريد أن نحيا مع الصلاة حياة جديدة. قم وحيدا كابد الليل الطويل. قيام الليل هذا هو مدرسة الخشوع التي يتخرج فيها الخاشعون. الصلة لها أجر دنيوي في زيادة المال وزيادة العدد، ولها أجر أخروي لا يعلمه إلا الله، أجرها الأخروي مع الطاعة. قتلت 99 نفسا وتسأل عن توبة. المهم باب الجهل عند هذا العابد. قال له مالكش توبة. قال له يعني مالكش توبة. قال له طب تعال. فرح مكمل بالمئة وظل يبحث عن التوبة وهو يريدها. يأتيكم في الأوقات التالية.